أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن تحديث إجراء الدخول عبر منافذ الدولة المختلفة على أن تدخل حيز التنفيذ بدءا من الجمعة الموافقة 29 من أبريل 2022. ويتضمن التحديث الجديد السماح لمواطني دولة الإمارات دخول الدولة باستخدام الهوية الإماراتية، إضافة إلى السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الدخول إلى دولة الإمارات باستخدام بطاقة الهوية أو البطاقة الشخصية.